كلموا لي قولي سير ما دي الناس ولي لا خسيت اخويا ما دي صافا الحمد لله يلا صور معه بالميكروفون فوق 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 فوق
أكيد سعداء بلقائكم في النسخة الثالثة والعشرين فعاليتنا الرجعية للموسيقى الروحية داخل المدينة. تحية كبيرة لكل ساكنة مدينة فاس، والله العظيم ما كانش نسلم عليكم واحد بواحد مع اليوم ما صاروا، والله العظيم أحسن جمهور كيوفينا طيلة أيام فعالية المهرجان. فأكيد سهراتنا حافلة يوميا العديد من الفنانين اللي كيكونوا حاضرين معنا، وهدفنا واحد هو أننا نكونوا عند حسن ظن ساكنة مدينة فاس العاصمة العلمية والثقافية، وخاصة حنا كنتواجدوا ساحة بنجلود بمدينة فاس. مدينة فاس اللي دائما عندها جمهور أحسن جمهور في المغرب هو جمهور مدينة فاس. مساء الخير عليكم، عواشكم مبروكة، رمضان يكون عليكم الصحة والعافية وطول العمر، وراني جاي فرحان عندكم، أتمنوا لي وياك. Thank you.
وما يلبسها.